السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي، وباش ما كنتمناو ان شاء الله. رمضان مشى الحمد لله، ما بقاش لينا حنا حتى شي حاجه. يومين ولا 3 ايام اللي بقات ديال الصيام ان شاء الله، والله يعيدوا علينا بالصحه والسلامه يا ربي وطول العمر، وان شاء الله نصوموا ونعاودوا ونصوموا ونعاودوا، والله يجيب الصحة والبركة يا ربي في الصحيحة ديالنا. اليوم البنات بديت معاكم الحلوة، غادي ندير حليوة بلدية عادية، ما غاديش نديرو هداك قوة الزواق، راكم عارفين دابا رمضان. محلتنا نديرو الحلوة، محلتك العياو وتمارة ديال الصيام وديال النهار كامل وانتيا واقفة والماعن في الليل، محلتنا الحلوة، راكم عارفين الحلوه فيها شويه ديال التماره. فرمضان الواحد يدير الحلوه هكا، يعني هي سهله وبسيطه. مازال الاعياد الاخرين بحال دابا العيد الكبير ولا الاعياد الاخرين الا كانوا، الانسان كيدير شكيلات هكا ديال اللوز، كيدير شكيلات اللي كتشد اليد، اللوز صابلي، كاين بزاف ديال الشكيلات. المهم دابا مع رمضان البنات الانسان تيكون نهار كامل هو صايم، ما تيكونش الوقت كيطير بزاف بزاف، يلاه نوجدوا الفطور. فالواحد يدير شي حاجه اللي هي ساهله. بالنسبه للبنات الغريبه، ها هي البنات عرفتي راه كتجي زوينه، كتجي لذيذه. بالنسبه للبنات الغريبه اللي درت العجينه ديال البهله، درت منها هاد شويه ديال البهله، ودرت هاد الشكيل هذا ديال الهلال. علاش؟ باش حتى نتوما الا بغيتو ديروا شكل واحد، سواء هكا يا غريبه سواء الشكيل ديال الهلال، كما درتو ليه راه غادي يجيكم زوين مع هاد لاباط هادي. ها نتوما البنات الشكيل ديال الغريبه، شوف كي تيجي، وحتى هادي ديال الهلاليه العاديه الشكل القديم. ها نتوما بنه وكتكون فتيه، ها نتوما البنات، وزعما نتو الغريبه البريستيج راكم عارفين اللي كتكون في المول ديال الغريبه ديال البهله، ومحفره من الوسط. ها نتوما البنات كتجي رائعه. غادي نقسم لكم هادي صغيره، ها نتوما البنات سمعوا، شفتوا عرفتي راها واعره مقرمشه، واعره 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 بزاف، وكتكون فيها واحد البنه. يا سلام لا غوسيطه البنات، راها سهله، المقادير راها سهله. ها نتوما البنات، ها نتوما راه ماشي قاصحه، راها كتفرتت غير هي مقرمشه. ها نتوما البنات شفتوا راها واعره في المذاق. بالنسبه لهاد لاباط راه هي هذه نفسها. بالنسبه للبنات الفقاس، الكيل ديالو حتى هو البنات زوين. ها نتوما البنات شفتوا كيفاش مسوس وفيه اللوز، الزنجلان، الماء الزهر، مقوم البنات مقوم. المهم هاد الفقاس هذا البنات ديما كنديرو، تيعجبني بزاف، وتيبقى شاد هذيك القرمشه ديالتو لمده طويله. ها نتوما البنات شوف كي داير، ها نتوما شوف لكم شي وحده اللي هي باينه مزيان حتى هي. ها نتوما راه كلهم شكل واحد، ها نتوما كلهم شكل واحد. المهم البنات لا غوسيت سهله سهله بزاف. ها نتوما شوف كي داير، شفتوا. غادي نشارك معكم البنات هاد الحلوه هادي ديال الفقاس وديال البهله، اولا ديال الغريبه. ممكن ديروها على شكل غريبه هكا ديال البهله، ممكن ديروها على الشكل هذا ديال الهلال، حتى هو كيجي زوين هذا الشكل هذا، هذاك الشكل اللي هو قديم. الفقاس حتى هو ان شاء الله بحول الله غدا عاوتاني نقدر ندير شكيلات وحده اخرين، جوج شكيلات بحال هكذايا، وغادي نشاركوا معاكم شي حاجه اللي هي زويونه وديال الدار، وشي حاجه اللي هي قديمه بلديه، فهمتوني البنات، شي حاجه ديال البراتيك دغيا توجديها وكتكون شي حاجه اللي هي زوينه. فنخليكم مع الغريبه ومع الفقاس، ان شاء الله غادي تعجبكم لا غوسيط، وجربوها. وشكرا لكم بزاف بزاف على التتبع ديالكم، على التعليق ديالكم، وعلى الدعم ديالكم، والهلا يخطيكم عليا. يلا نخليكم مع الوصفه. اول وصفه البنات هي ديال الفقاس. الفقاس البنات غادي نحتاجوا ليه 4 ديال البيضات، غادي نديروا واحد رشيشه ديال الملح بطبيعه الحال، هو الفقاس كيبغي شويه الملوحه، فانا درت واحد ربع معلقه صغيره، واحد الكاس ديال العنبه، العبار غادي يكون بالكاس ديال العنبه، كاس العنبه ديال سكر سنيده،
كاس ديال العنبه ديال الزيت. اللي بغات المقادير كثيره يعني تفقص يخرج كثير ديروا المقادير مضوبله. صافي البنات هادشي اللي غير درت دابا، درت واحد ربعه البيضات، شويه ديال الملحه، كاس ديال العنبه ديال سكر سنيده، كاس ديال العنبه ديال الزيت، وغادي نخلط الخليط مزيان مزيان. الا بغيتو تخلطوا حتى في مولينكس ماشي مشكل، مزيان. المهم انايا هنايا خلطته بيديا، بديت كندرب كيف ما كتشوفوا، رانا غير كنجرب الفيديو ونقصت منه بزاف هكذايا باش ما يجيناش طويل. المهم هنايا صافي غادي نخلط مزيان الخليطه البنات حتى يذوب لينا السنيده مع الزيت ومع البيض. عاد غادي نزيد ليها واحد الكاس ديال العنبه ديال الزنجلان، وغادي ندير واحد شويه معلقه كبيره عامره ديال النافع اللي كان نكون صهدته شي شويه، وغادي ندير اللوز. البنات اللوز ما تفزكوه شي، ما ديروه شي في الماء الزهر، خليوه هكاك يعني ناشف، وديروا واحد ربع كاس ديال العنبه ديال الماء ديال الزهر، وغادي نديرو جوج صاشيات ديال الخميره ديال الحلوه، جوج صاشيات اولا جوج معلقات. انا ما عنديش ديال الصاشيات، درت غير ديال المعلقه، فدرت جوج معلقات صغار ديال الخميره ديال الحلويات. وغادي نديرو الدقيق، الدقيق البنات على حسب الخليط، الخليط خاصو يكون عندنا ما قاصحش بزاف وما مجارياش وما رطباش بزاف، معتدله البنات. الا درتوها قاصحه بزاف غادي يخسر لكم الفقاس، غادي كله غيبدا غادي يطرطق، والا درتوه العجينه جاريه غادي تخسر لكم في الفران، فهمتوا؟ غادي تفطح وغادي صافي غادي تخسر، ما غاديش يديفورما، غادي يديفورما لان الفقاس ما غايجيش زوين. صافي البنات هنايا كيف ما كتشوفوا العجينه راها معتدله، عجنتها مزيان كيف ما كتشوفوا هكا، وغادي نقطعها حريبلات بحال هكا، كرات بحال هكا، باش غادي نديروا الحريبلات ديال الفقاس. صافي ها نتوما كيف ما كتشوفوا في الفيديو غادي ندير الحريبلات ديالنا ديال الفقاس. انا كيعجبني تيجيني شويه كبير، شوفوا راه غادي يطلق لكم في الفران، راه واخا تديروه صغير هذوك الحريبلات يكونوا رقاق راه كيوسع في الفران. كيف ما كتشوفوا البنات خدمتو مزيان، حربلتو وقديتو وكنهزو وكنردخو. علاش كنهزو وكنردخو مع الطبله؟ باش يجينا عامر من الداخل، ما يجيش فيه دوك التقابي كبار ومع وخاويه بلاصتهم. كنضربو مع الطبله باش هكا العجينه تقاد كلها وتدخل في بعضياتها ويجينا مجموع من الداخل وزوين، حتى ولا كانوا دوك التقابي ديال الفقاس يكونوا صغارين وزوينين كيبانوا، فهمتوني؟ يعني مقادين. المهم هنايا نفس الطريقه كيف ما كتشوفوا، تبعوا بحال الطريقه هذه وجربوها، الا كنتوا اول مره يعني وما عارفينهاش جربوها وجاوبوني في التعاليق. المهم البنات هنايا غادي نقاد الحريبلات ديال الفقاس ديالنا، وغادي ندهنوا بالبيض، وغادي نزوقوا شويه بالفرشيطه، راكم عارفين ديك الزواقه اللي كتجي من الفوق كتجي زوينه. وصافي وغادي ندخلوا الفران. هنا البنات غادي ناخذوا بيضه كلها، بيضه كامله بلا ما تفصلوا البيض على هذا على الصفر، وغادي ندير واحد شويه ديال الزعفران الحر. الا ما عندكمش الزعفران الحر ما بغيتوش ديروه، ديروا البيض وديروا معلقه ديال نسكافي صافي، وديروا واحد قطيره ديال الماء الزهر باش كتحيد لينا هذيك الريحه ديال البيض. صافي هادشي اللي كاين البنات. وغادي ندهنوا البيض ديالنا الفقاس ديالنا مزيان مزيان بالبيض، غادي ندهنوه من الفوق وغادي ندهنوه بالجوانب، نخليوه ينشف شويه عاوتاني ونعاودوا ندهنوا باش تجينا هذيك طبقه البيض باينه. صافي وغادي نزينوا الفقاس كيف ما كتشوفوا بخطيطات بحال هكايا من الفوق، وغادي ندخلوه للفران. الفران البنات خاصو يكون بارد، عاد نحطوا فيه الفقاس. الفقاس كيبغي يطيب في الفران يكون بارد، هو كاين في الفران والفران كيسخن، فهمتوني البنات؟ ما تشعلوش الفران بالجهد ويسخن وتدخلوه، لا حطوا الفقاس في الفران وهو بارد. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا درت ليه نص طيبه. حاولوا ديروا الفران معتدل في الحراره. صافي هنايا درت ليه نص طيبه وخليته صافي تيبرد. راه البنات راه ما خليتوش بات، راه في نفس النهار قطعته. بحال دابا ني درت الفقاس مع ديك جويه 12 وحده بحال هكا، خليته حتى العشيه وشديته قطعته. صافي يعني ساهله الوصفه، ما كتبقاش جالسه كتسني عليه، راه ممكن تحضريه في نفس النهار وتاكليه في نفس النهار. هنا كيف ما كتشوفوا تنقطعوا، خاص يكون عندكم الموس ماضي مزيان باش هكايا ما يعذبكش في التقطاع. انا راه كان عندي واحد هذا قطعت به هو يخسروا ليا ومشيت بدلت الموس. المهم خديت هذا الموس هذا اللي هو ماضي، صافي بديت كنقطع
تقطيعات ديال الفقاص اللي هي مقاده وزوينه. هنا البنات دابا غادي نبدا معكم الغريبه ديال البهله، العجينه ديال الغريبه البهله. البنات هاد لا روسيت هادي اقتصاديه، ديريها دغيا توجد لك وما فيهاش قوه هذا. المهم البنات هنايا غادي نديرو واحد رشيشه ديال الملحه هي الاولى غنبداو بها. غادي نديرو 250 غرام ديال الزبده، وغادي نديرو كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، وغادي نديرو الفاني ساشيه وحده ديال الفاني، وغادي نخدمو الخليط مزيان. صافي غادي نخدمو الخليط كيف ما كتشوفوا. تنخدم هذاك الزبده خصني ندخلها مزيان مع السكر سنيده ومع الملحه باش يدوب لينا هذيك العناصر. صافي غادي نبدا نجمع فيها بحال هكا كيف ما كتشوفوني كنجمع في العجينه حتى تدوب لينا مزيان. عاد نديرو عليها نزيدو عليها واحد الكاس ديال العنبه، كاس ما عامرش ديال العنبه ديال الزيت. صافي البنات ما حدي انايا كنزيد في العناصر وانايا راه كنخلط. هانتوما شوفوا رانا خدمت الزبده مزيان مع ان الزبده كانت بحراره المطبخ يعني ماشي جامده، وما تذوبوهاش، الا ذوبتوها غادي تخسر لكم الغريبه حيت ملي كتذوب الزبده كتطلق هذاك الحليب ديالها. صافي البنات هنايا بعد ما خدمت الزبده مزيان بصبعان ديال يدي زدت عليها واحد الكاس ديال العنبه ما عامرش ديال الزيت. صافي وانا زدت الزيت وانا كنخدمها عاوتاني خاصني نخدم الزيت مزيان مع الزبده. صافي البنات هنايا غادي نكمل معكم هاد الغريبه هادي. كما قلت لكم هاد الغريبه البنات راها كتجي زوينه بزاف في المذاق، راه هذاك المذاق ديال الحلاوي ديال الغريبات ديال الزمن الجميل، كتجي لذيذه وزوينه. والصراحه تديروها لضيافكم تديروها للمناسبات راه تحمر لكم الوجه. غير نتوما تبعوا المقادير وتبعوا يعني خذوا المقادير مضبوطه، انا عطيت لكم هنايا المقادير مضبوطه وغادي نكتب لكم كل شيء في اول تعليق وغادي نثبتوا لكم باش هكذا ترجعوا تشوفوا المقادير مضبوطه. هنا البنات شفتوني زدت واحد شويه يعني نص معلقه صغيره ديال القرفه، ضروري البنات كتعطيها واحد اللذه زوينه هاد القرفه في هاد الوصفه هذه كتعطي اللذه زوينه. هنا البنات غادي ناخذ نص اولا ربع كاس ديال العنبه ديال الزنجلان محمر واحد شويه، وغادي ندير نص كاس اولا كاس ديال العنبه ديال الكاوكاو اولا ديال اللوز اللي بغيتو ديرو كاس ديال اللوز اولا بغيتو ديرو كاس ديال الكاوكاو. صافي وغادي ندير القدر ديال جوج ديال الساشيات ديال خميره الحلويات. اللي ما عندهاش الساشيات وعندك بحالي انا كديريها بمعلقه ديري جوج معلقات صغار. صافي هاد المقادير هادي غادي نحتاجو فيها نص كيلو ديال الدقيق، نص كيلو قل واحد شويه قل واحد جوج معلقات هكا يا كبار. صافي غادي نبقى نزيد الدقيق، ما ديروش الدقيق كله في خطره، ديرو غير بشويه غادي ديرو الدقيق وانتوما كتخلطوا وكتشوفوا التكستور ديال العجينه كيفاش دايره. الغريبه البنات راها ما كتجمعش وما كتدلكش، ماشي كتدلك بالكف ديال اليد، لا كتجمعوها عاوتاني حتى هي بيديكم، حيت هي راه ما غاديش تجمع لكم 100% كتبقى مرمله. الا ترملات لكم عرفوا هذيك راه هي الغريبه ديال البهله ديال بصح، فهمتوني البنات؟ حيت ما خاصهاش تجينا قاصحه بزاف وما خاصهاش تجينا رطبه، غادي تخسر لكم في الفرن وما غتخرج شيء ما غتشققش. المهم هانتوما البنات كيف ما شفتوني رانا كناخذ العجينه كتكون مرمله وكنجمعها بين يدي وكتجمع ليا هكا. بقاو تجربوا الحلوه في يديكم باش تعرفوا العجينه واش هي هذيك ولا لا. صافي هنايا جبت المول ديال الغريبه بريستيج اولا ديروها في طاوه عاديه ماشي مشكل، يعني هذيك راه غير بريستيج يعني كتجي زوينه وخاويه من الوسط وداكشي كيجي منظر ديالها زوين. صافي هنايا غادي نقادوا الغريبه ديالتنا في الطاوه، والطريقه ديال الطهي ديالها ديال الطياب ديالها راه حتى هو كيلعب واحد الدور مهم 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 بزاف. المهم انا غادي نوصل لكم القضيه ديال الطهي. بالنسبه للبنات انايا زوقت درت شكيل هكا وشكيل هكا باش تعرفوا باللي تقدروا ديروا بها شكيلات. انا خديت هاد الشكيل هذا ديال الهلاليه، كناخذ العجينه كنضغط عليها شويه بيدي كنقادها باش ناخذ السمك ديالها، وكنقطعها هكا بالكاس صغير كنديروا بحال الطابع
وكنعاود عاوتاني نقادو نقطع منه شويه باش كتجيني على شكل هلال. راكم عارفين هاد الطريقه راها قديمه وتقليديه، ولكن راه اي حاجه صراحه قديمه واي حاجه عشناها في الصغر ديالنا وشفنا مواتنا كيفاش كيديروها، والله العظيم الا هذاك الشيء هو اللي كنرجعوا عليه، وكيتكون عنده واحد لا يعني واحد الذكرى اللي هي زوينه، وواحد الشوفه فيه كتكون زوينه بزاف، يعني حتى الشكل تيكون زوين. صافي هنايا قطعتهم هلاليات ودرت شكيلات هكا وهكا، يعني الواحد ينوع. صافي البنات هنايا الفران البهله كتبغي الفران يكون سخون سخون بزاف لاقصى درجه في السخونيه، وكنطلعوها كنحطوها الفوق البلاصه باش طيب لكم من الوجه ديالها هو الاول. غير كتدخليها كتسدي عليها كتشوكا، ملي كتشوكا كتتفقع يعني كتطرطق كيف ما كتشوفوا كتشقق من الفوق. غير خاص الفران البنات يكون سخون بزاف. صافي غير نخليوها غير تشوفوها تشققات شويه وهزوها وحطوها لتحت باش طيب لينا غير شويه من التحت، وما خاصهاش البنات تحرق، الا زدتوها بزاف في التحمر كتولي كتبان بحال راها محروقه. صافي البنات نفس الطريقه طيبت بها هذيك الهلاليه، غير الهلاليه ما كترطقش هي ما كتشقش من الفوق، والبهله كتشق من الفوق. صافي البنات شوف الشكل ديالها كيفاش جا طايبه من التحت، ما محمراش بزاف ومشققه، والحمد لله ربي ما كيحشمش. المهم البنات هنايا ساليت الحليوه ديالي، غادي نستفها معكم، وراها كتجي البنات زوينه 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 بزاف. بالنسبه للفقاص حتى هو بعد ما قطعته رانا درته في الطاوات تحمر، جا لذيذ جا مقرمش، راها البنات واحد اللذه ما شاء الله فيهم جوجهم. كنتمنى تجربوا هاد الوصفات هادو وردوا عليا ان شاء الله بالتعاليق البنات واللايكات، وما تنساوش البنات اللايكات الله يجازيكم بخير. هكذا يبشاك الفيديو يطلع وهكذا يشوفوه بزاف ديال الناس، حيت الناس ملي كيشوفوا الفيديو فيه التعاليق وفيه اللايكات كيتشجع انه يدخل ويشوف لا فيديو، وهكذا غادي يعني غادي الفيديو غادي يشوفوه الناس وتعمل فائده. كاين الناس اللي مازال ما عارفينش يديروا هذه الطريقه هذه ديال الفقاص او الطريقه ديال البهله، فهكذا كيتنفعوا من لا فيديو. المهم البنات نتمنى ان شاء الله تجربوها وتجاوبوني الشكيلات ديالي هما هادو. نتمنى الا كان عندي عاوتاني الوقت غدا نصيب معكم نحط لكم فيديو واحد اخر، نحاول ندير معكم المعلكه ولا ندير معكم شي شكيل واحد اخر وغادي يعجبكم، حتى هو عندي واحد الوصفه واحده اخرى ديال المعلكه زوينه زوينه ان شاء الله. ها هو الفقاص ديالنا البنات تحمر حتى هو، حتى الفقاص البنات الا جيتو تحمروه في الفران سخنوا الفران، ما تسخنوش بزاف، مهم ديروه على درجه الحراره اللي هي عاديه بحال اللي كطيبوا الخبز ودخلوه، ولكن وقفوا حداه حضيوه معاه. صافي البنات هنايا الفقاص ديالنا هو واجد، الحلوه الهلاليه الغريبه، وبصحتكم وراحتكم وعواشركم مباركه. نتمنى ان شاء الله تدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر يا ربي يا ربي. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه، الله يخطيكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، مع السلامه.